تخيل أنك تحلق على ارتفاع 30,000 قدم، وفجأة سمعت امرأة حاملا تصرخ من الألم، واتضح أنها دخلت في مرحلة المخاض وعلى وشك أن تنجب طفلها. ماذا سيحدث حينها؟ من سيقوم بتوليد تلك السيدة؟ وأي جنسية سيحصل عليها المولود؟ حسناً، ابق معنا لتجد الإجابة على تلك الأسئلة. حسناً، في البداية طاقم الطائرة سوف يخلي الممر من حولها، وسيقوم الأمن بنقل كل الركاب الجالسين حولها إلى مقاعد أخرى، بينما ستتجمع المضيفات حولها لتقديم المساعدة. وبالطبع سيسألون إن كان هناك طبيب من بين الركاب. إن كانت الإجابة بنعم، عندها سيقوم هو بتوليد السيدة، ولكن إن لم يكن هناك طبيب سيترك الأمر لزوجها إن كان حاضراً أو لطاقم المضيفات. لا شك أنها ستكون عملية ولادة طويلة للغاية وفوضوية، ولكنها ستتم على متن الطائرة، فلن تقوم الطائرة بهبوط اضطراري من أجل ذلك. سيتم نقل السيدة إلى الدرجة الأولى لاتساع المساحة بها أكثر، ولكن هذا لن يقلل من توتر المشهد بسبب عدم توافر الظروف المثالية للولادة. في الغالب تكون تلك الحالات حالات ولادة مبكرة، لأن الأمهات اللاتي على وشك الإنجاب لا يصعدن على متن أي رحلة جوية، مما يجعل الأمر أصعب لعدم توافر المعدات اللازمة المتوفرة في المستشفيات. فعلى الطائرة لا يوجد سوى المضيفات وشنطة إسعافات أولية، ولكن لحسن الحظ احتمالية حدوث ذلك هي مرة من بين كل 26 مليون مسافر. بالنسبة للأطباء فهم يرون بأن الولادة على متن الطائرة خطرة لعدة أسباب، أهمها صعوبة تنفس الطفل بسبب الضغط داخل الطائرة، بالإضافة لعدم وجود متخصصي رعاية للطفل بعد ولادته، وكذلك لعدم توافر المعدات الطبية اللازمة. والآن كيف ستتم تلك العملية المعقدة؟ بداية سيتم استخدام معدات الطوارئ الموجودة في شنطة الإسعافات الأولية على متن الطائرة. والآن بعد أن نجا الطفل ووصل إلى الحياة، نأتي للسؤال الأهم: أي جنسية سيحصل عليها؟ إن تم ولادته في سماء دولة مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة، فسيأخذ الطفل جنسية الدولة التي ولد فوقها. ولكن ماذا إن ولد فوق مكان غير معروف أو فوق المحيط مثلا؟ في تلك الحالة يكون للوالدين أكثر من خيار، فمثلا يمكن أن يأخذ المولود جنسية الأم إن شاءت، أو يمكن أن يطالب الوالدين بمنح الطفل جنسية شركة الطيران الذين هم على متنها، فإن كانوا على متن الخطوط البريطانية مثلا فيحق للطفل أخذ الجنسية البريطانية. وهناك بعض الدول التي تعطي الجنسية للطفل إن كانت الطائرة قد مرت فوق أراضيها مثل كندا. وربما يكون الطفل اليمني يحيى مراد الذي ولد على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية هو خير مثال على الطفل الذي يولد ويولد معه حظه الجيد، حيث بمجرد ولادته وهو في السماء حصل على جنسيات 3 دول عالمية مختلفة، تعد من أقوى وأهم الجنسيات في العالم أجمع، وهي الجنسية الإنجليزية والجنسية الإيرلندية الشمالية، والثالثة جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لجائزة له سترافقه طوال حياته. فقد حصل على جميع الجنسيات لجميع الدول التي حلقت الطائرة السعودية في أجوائها خلال ولادته، ليكون في المستقبل مواطنا رسميا لكل بلد من هذه البلدان 3، بل وحصل أيضا على جائزة سفر، وهي عبارة عن تذكرة مجانية على متن شركة الخطوط الجوية السعودية، يستطيع السفر على متنها أينما يريد طوال حياته.